عودناكم على شوبينج هين وسريع ام تي في ضمن برنامجنا شوبينج باي بست سيلر، مكفين نطلع عليكم يوميا مع اصنافنا الجديده المختلفه والمميزه العمليه لكل شخص منا، والاهم انها فيري هاي كواليتي. وين ما كنتوا عم بتتابعونا اختاروا الايتم يلي بهمكم، اتصلوا على بست سيلر على 01 44 55 55 وبيوصل الغرض لعندكم وين ما كنتوا بلبنان فري دليفري. مين منا ما بحب يعمل مساج؟ وكتير أوقات منضطر نروح على نوادي خصوصي، بس مع سيلف مساجر ما بقى نعطي الهم هالموضوع، وحتى إذا ما كان في حدا حدنا صار فينا نقضي حالنا وبحالنا وبحيا لوقت كمان وبالقوة يلي بتناسب جسمنا. كتير أوقات منحس بأوجاع أو بكتير ستريس أو بكتير تعب كمان. سيلف مساجر فينا نستعملها على الرقبة، على الظهر، على الكتف، على الخصر، على الأرداف، يعني بمختصر فينا نستعملها على كل الجسم. وكمان هالآلة فينا نستعملها بالبيت أو بالمكتب وين ما كان، مزودة بإنفراريد كما أنها كفيلة بتحسين الدورة الدموية. أهم شيء أنه ما لها صوت وما بتلبد أبداً. سيلف مساجر مكفولة على مدة سنة وبتحصلوا عليها ب 75 ألف ليرة بس وين ما كنتوا بلبنان فري ديليفري. تصلوا على بست سيلر على 01 44 55 55. كلنا منحب ناكل تابولة بس منعت الهم فرم الخضرة والبقدونس لأنه بياخدوا وقت كتير. مع 60 سكن تابولة انحلت هالمشكلة. هالمكنة بتفرم البقدونس بثواني، ما إنا إلا نشد الخيط 3 أو 4 مرات، وكل ما نسحب الخيط أكتر كل ما بينفرموا زيادة. ومش بس هيك، ارتحنا من فرم البصل يلي ببكي كل ستات البيوت كمان بثواني وبينفرموا. والأهم كمان إنه ما بقى نعرض إيدينا للسكاكين وما بقى نتلبك بالأدوات الكهربائية التقليدية التقيلة. 60 سكن تابولة بتفرم البندورة من دون ما تغرق بالصوص تبعها، وبتفرم اشياء كتير قاسية مثل المكسرات، وحتى الجزر بتقطع لشقف صغيرة من دون أي مجهود بأصبع واحد 3-4 مرات وبيجهز كل شيء. 60 سكن تابولة مكفولة لمدة سنتين وفيكم تحصلوا عليها ب 52 ألف ليرة. ومش بس هيك، بيجي معها هالسلاد بول هدية. ما لكم إلا تتصلوا ببست سيلر على 01 44 55 55 وبتوصل لعندكم وين ما كنتوا بلبنان فري دليفري. قدام نتمنى يكون عنا معدة وبطن فلات، بس هيدا من دون شغل كتير عذاب ونوادي رياضية ورجيم كمان. بس مع فايبرو بيلت الجديد انحلت هالمشكلة. فايبرو بيلت كتير قوي وسريع وبيبرم موتوره بسرعة تيعطينا النتيجة يلي بدنا إياها، والنتيجة هي تكسير كل الدهون من المنطقة يلي منحطه عليها، شدد عضل وإزالة الترهلات تيصير عنا الجسم يحضر تي في أو نحن وعم نقرأ بالتخت، حتى نحن وعم نسمع موسيقى وبحيالة محل بالبيت أو بالمكتب. كما فينا نستعمله على منطقة الأرداف كمان لمدة 10 دقايق كل يوم. فايبرو بيلت فيكن تحصلوا عليه ب 132 ألف ليرة بس وين ما كنتوا بلبنان عبر الاتصال ببست سيلر على 01 44 55 55 وبيوصل لعندكم وين ما كنتوا بلبنان فري دليفري. لكن يلي حابين يخسروا وزن ويعملوا ديتوكس لجسمهم بنفس الوقت يستفيدوا من مورينجا يلي هي كمان مضاد للأكسدة ومؤخر للشيخوخة، ما قالوا إلا يستعملوا مورينجا تي. المورينجا هي ثمرة شجرة المعجزات يلي معمول عليها أكثر من 900 دراسة، وكل دراسة بتأكد على فوائدها الكتيرة والطبيعية 100%. والدراسات كلها بتأكد إنه المورينجا فيها فيتامين A و E، كالسيوم، بوتاسيوم، حديد، بروتين أكثر من حيالة فواكه بعشر مرات. والأهم إنه مورينجا بتحتوي على الأمينو أسيد يلي موجودة بس باللحمة، وهيك لكل الفيجيتاريان صاروا قادرين يعوضوا الأمينو أسيد يلي مش قادرين يحصلوا عليه لأنه ما بيأكلوا لحمة. مختصر مفيد المورينجا هي حارق سريع للدهون، مطر للمعدة، مقوي للضفير والشعر، منقي للبشرة، مؤخر للشيخوخة ومضاد للأكسدة. هلأ صار فينا نخسر وزن ونظهر كل السموم من جسمنا ونستفيد من كل الفيتامينز الموجودين فيها. العرض هلأ على بتين مورينجا تي ب 38 ألف بس اتصلوا على بست سيلر على 01 44 55 55 واحصلوا على مورينجا وين ما كنتوا بلبنان فري دليفري. في كتير أوقات بيصير عنا أوجاع بالمفاصل أو حتى بيصير في أصوات بالمفصل لأنه بيكون الغضروف منشف. الحل هو ريفلكس كريم لكل الناس يلي بيعانوا من مرض التكلس
والنشاف بالعمود الفقري الظهر أو الرقبة. الحل الطبيعي الوحيد هو ريفلكس كريم. هالمستحضر مكون من زيت السنوبر، الصبار ومادة الألونتوين. ريفلكس كريم كفيل بإعادة ترميم الخلايا الغضروفية، تنشيطها وتجديدها. مادة الإلاستين والكولاجين بخلوا الغضروف سميك وخليها متماسكة ليقدر يعطينا عطول انزلاق ورياحة بالمفصل، وما نعود نحس بأوجاع عند الحركة. ولكل يلي بيمارسوا رياضة وبيتعرضوا لوقعات وكدمات قوية فيهم يستعملوا ريفلكس كريم ليتجنبوا المشاكل الغضروفية والتكلس. قبل ما تجربوا كل الحلول جربوا ريفلكس كريم لأنه طبيعي 100%. ريفلكس كريم فيكن تحصلوا عليه ب 68 ألف ليرة بس وين ما كنتوا بلبنان فري ديليفري. تصلوا بس سلر على 01 44 55 55. كوكينج بوك الأصلي شكله مثل مجلد، إنما بيحتوي على 4 شوبينج بولز بأربع ألوان مختلفة، كلهم فينا نقطع ونقص عليه نوع معين من الأكل. يعني الأحمر للحمة بس، الأزرق للسمك ولكل أنواع الفريدومير، الأبيض للأكل المطبوخ أوريدي مثل الروتي مثلاً، والأخضر أكيد للخضرة وللفواكه. كوكينج بوك الأصلي ما بينكسر قد ما يوقع على الأرض وقد ما نشد عليه، مصنوع من البولي برولان وبتحصلوا عليه ب 35 ألف ليرة بس وين ما كنتوا بلبنان فري ديليفري. تصلوا بس سلر على 01 44 55 55. كلنا منعرف إنه كل أعصاب جسم الإنسان موصولين بالإجرين، وكلنا منحب نعمل فوت مساج. هالفوت مساج المزود بباك فينا نعبي مي إذا بدنا، كما فينا نعمل فوت مساج بلا مي، وفي حال بدنا مساج مع مي منقدر نخليها على حرارتها الطبيعية، وفي الفوت مساج تسخن المي كمان إذا حبينا، والباك كعب وكاوتشوك لحتى ما تصحت الإجر أبداً. نحن ما قلنا إلا ندورها ونحط إجرينا فيها، كما أنا مزودة برولو متحرك لحتى نعمل مساج للأماكن يلي بدنا نعملها مساج بكتير دقة. فيها زر على الواحد بتعمل بس مساج، على الاثنين بتسخن المي مع ويرل يعني بتفقفق، وعلى الثلاثة بتعملنا مساج مع ويرل بمي فاترة. رائعة بالشكل والأداء هالفوت مساجر، وفيكن تحصلوا عليها ب 90 ألف ليرة بس وين ما كنتوا بلبنان فري ديليفري. تصلوا بس سلر على 01 44 55 55. هول كانوا الايتيمز، ان شاء الله يكونوا عجبوكن. ما تنسوا فيكن تتصلوا على بس سلر على 01 44 55 55 حتى بعد الحلقة. تابعونا دايما على MTV.